أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عاصم من استعصمه، يا رحمة من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا مرشد من استرشده، يا صريخ من استصرخه، يا معين من استعانه، يا مغيث من استغاثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. وفي وصف الذهبي لابن تيمية بأنه رأس الضلال ورأس الضلالة ورأس البدع، وجعل الكفريات والبدع والضلالات من السنة ومن محض السنة ومن أساس التوحيد، قال الذهبي له ولأتباعه وبعد أن وصفهم ب الزنادقة، قال وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها رأسا من الضلال، قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد. والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت السعيد. يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال. وكان الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ الأمر السابع الطوسي والعلقمي والخليفة وهلاك والمؤامرة. في هذا الأمر السابع كان الكلام في نقاط. النقطة الرابعة هولاكا وجنكس خان والمغول والتتار. المورد الثامن كان الكلام في موارد. المورد الثامن تاريخ مختصر الدول ابن العبري. إذن سنأخذ صورة عن الأحداث، عن هولاكا، عن التتار، عن مجريات الأمور، عن حكام المسلمين في تلك الفترة، حتى تتضح عندنا الصورة وتقترب إلينا الحقائق والأمور الواقعية التي حصلت بالنسبة أكثر مما كانت عندنا وحصلت عندنا قبل كل مورد يذكر. قال ابن العبري، والآن المورد الثامن هو فيما أتى في تاريخ مختصر الدول لابن العبري. قال ابن العبري في صفحة 242 الظاهر بن الناصر، ولما توفي الناصر لدين الله بويع ابنه الإمام الظاهر بأمر الله في ثاني شوال من سنة 622 هجري. توفى الناصر العباسي وصار بعده الظاهر العباسي، وكان والده قد بايع له بولاية العهد، أي الناصر بايع للظاهر بولاية العهد، وكتب بها إلى الآفاق، وخطب له بها مع أبيه على سائر المنابر. كانوا في الخطبة يذكرون الظاهر والناصر. ومضت على ذلك مدة، ثم نفر عنه بعد ذلك وخافه على نفسه، فإنه كان شديدا قويا عالي الهمة، فأسقط اسمه من ولاية العهد في الخطبة واعتقله وضيق عليه. يعني بعد أن كان وليا للعهد، لأنه كان شديدا قويا عالي الهمة، أسقط اسمه من ولاية العهد واعتقله وضيق عليه. ومال هذا الخليفة الإمام الناصر مال إلى أخيه الصغير الأمير علي، إلا أنه لم يعهد إليه، فاتفقت وفاة الأمير علي الصغير في حياة والده، وخلف أولادا أطفالا، وخلف أولادا طفالا، فبعث بهم إلى ششتر،
فعلم الإمام الناصر أنه لم يبقى له ولد تصير الخلافة إليه بعده غيره، أي لم يبقى عنده إلا الظاهر، فعهد إليه وبايع له الناس وهو في الحبس مضبوط عليه. فلما توفي الناصر أخرجه أرباب الدولة وبايعوه بالخلافة، ثم أظهر من العدل والأمن ما لم يمكن وصفه، وأزال الظلم ورد على الناس أموالا جزيلة وأملاكا جليلة كانت قد أخذت منهم. أيضا هنا نسجل هذا التعليق، نقول ما شاء الله، الأئمة الخلفاء السلاطين كانت من عادتهم أن يضعوا الأبناء، هذا خاصة عندما من عند الذي يتبين وتظهر عنده الشدة والقوة والهمة العالية، ماذا يفعل به؟ يضعه الأب في السجن. هذا الصراع على المناصب وعلى الكراسي وعلى السلطة وعلى الملك. أين هذه التربية من هؤلاء الأئمة أبناء التيمية؟ وأين تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربية علي للحسن والحسين؟ وأين تربية الصحابة لأبنائهم؟ أين تربية الخلفاء لأبنائهم من هذه التربية السيئة المنحرفة اللا أخلاقية من أئمة الأبناء التيمية وأئمة التيمية؟ الأب يضع الابن في السجن، والابن يغتال ويقتل الأب، والأخ يقتل الأخ، وهكذا كما مر علينا كثيرا. فلما توفي الناصر أخرجه أرباب الدولة وبايعوه بالخلافة، ثم أظهر من العدل والأمن ما لم يمكن وصفه، وأزال الظلم ورد على الناس أموالا جزيلة وأملاكا جليلة كانت قد أخذت منهم، وما زالت دولته كذلك عادلة آمنة منذ ولي إلى أن توفي في 14 شهر رجب سنة 23 و600. يعني استلم في سنة 622 هجري وتوفى في سنة 623 هجري، أي كانت الخلافة أقل من سنة. يقول وما زالت دولته كذلك عادلة آمنة منذ ولي إلى أن توفي في 14 شهر رجب سنة 23 و600، 623 هجري، بعد 9 أشهر من ولايته. يكمل يقول المستنصر بن الظاهر، إذن مات الناصر صار الظاهر الآن الخلافة المستنصر، المستنصر بن الظاهر. ولما توفي الإمام الظاهر بأمر الله بويع ابنه المستنصر بالله، بويع يوم مات والده، وأظهر من العدل وحسن السيرة أضعف ما أظهره والده، وتقدم بإنشاء مدرسته المعروفة بالمستنصرية. وقال ابن العبري في صفحة 244 في سنة 24 و600 هجري توفي الملك المعظم عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق، وصار ملكه بدمشق والقدس والسواحل إلى ولده الملك الناصر صلاح الدين داود، فاستقر ملكه بها. وفيها سنة 624 قفل جنكيز خان من الممالك الغربية، أي رجع جنكيز خان من الممالك الغربية إلى منازله القديمة الشرقية، ثم رحل من هناك إلى بلاد تنكوت، وهنالك عرض له مرض من عفونة ذلك الهواء الوخيم، ولما قوي مرضه استدعى أولاده وقال لهم إنني قد أيقنت مفارقة الدنيا، ولا بد من شخص يقوم بحفظ المملكة على حالها والذب عنها، وقد أعلمتكم غير مرة أن ابني أوكتاي يصلح لهذا الشأن، فقد جعلته ولي عهدي وقلدته ما بيدي من جميع الممالك، فما قولكم في هذا الذي استصوبته؟ قالوا جنكيز خان هو المالك للرقاب، ونحن العبيد السامعون المطيعون في جميع ما يتقدم به على وفق مراده ومرسومه. وتوفي 4 مضين من شهر رمضان سنة 624 هجري، توفى جنكيز خان، وكانت مدة ملكه نحو 25 سنة. وفي سنة 25 و600، سنة 625، ترددت الرسل بين الفرنج والملك الكامل في طلب الصلح، فاتفق على تسليم البيت المقدس إلى الفرنج، فتسلموه ومواضع كثيرة أخر من بلاد الساحل. يبرر يقول وإنما أجابهم الكامل لما رأى من كثرة عساكرهم وإمداد البحر لهم بالرجال،
والأموال، فخاف على بلاده أن تؤخذ منه عنوة فأرضاهم بذلك. التفت، كما تبين لنا وتكرر علينا منهج ابن تيمية المارق، فبحسبه أن تصرف الخليفة الإمام الكامل لا يوجد فيه عمالة ولا خيانة ولا رأي خاطئ وقرار غير صائب، بل حكمة وسداد وتحقيق مصلحة ودفع ضرر. فإذا كانت القياسات بهذه الصورة، فلماذا لا يتم تطبيقها على ابن العلقمي فتكون أعماله مبررة بل أولى بالتبرير من فعل الملك الكامل؟ إنه نفاق المدلسين التكفيريين القتلة. قال في صفحة 244 ابن العبري، في سنة 626 هجري تم اجتماع الأولاد وأمراء المغول، هم في بلدان أمراء المغول ومن هو تابع لهم في بلدان شتى، فعندما تحصل وفاة تسير الأمور ضمن سياق معين لشخص معين له صفات معينة، بعد هذا يحصل الاجتماع ويتم إما إقرار من سار عليه السياق أو يقرون شخصا آخر يكون هو الزعيم، هو القائد، هو السلطان، هو الخليفة. لاحظ بعد فترة طويلة في سنة 624 توفى جنكيز خان، والآن حصل الاجتماع في سنة 626. يقول: تم اجتماع الأولاد وأمراء المغول ثم شرعوا فيما تقدم به جنكيز خان من الوصية والعهد بالمملكة إلى أوكتاي، فامتثلوا كلهم الأوامر الجنكيز خانية واعترفوا بأهليته لذلك. الآن هذا أوكتاي هل هو مثل السلاطين القدسيين المقدسين أو مثل خلفاء المسلمين وأئمة المسلمين المتصارعين على السلطة ويقتل بعضهم بعضا، يقتل الأب الابن والابن الأب؟ لاحظ، بعد أن وافقوا وهو استمر بالسلطة والحكم بعد وفاة أبيه إلى سنة 626 هجري، واتفقوا على أن يكون هو السلطان والخليفة والقائد، مع هذا هو طلب الاستقالة، فاستقالهم أوكتاي الولاية قائلا أن أمر الوالد وإن كان لا اعتراض عليه، لكن ها هنا أخ أكبر مني وأعمام هم أولى مني بها، فلم يقيلوه إياها وأصروا على أنه لا بد من امتثال مرسوم الوالد، وداموا على إصرارهم 40 يوما، وما زالوا يتضرعون إليه ويلحون عليه بالمسألة حتى أجاب إلى ذلك. ولما فرغ من هذه الأمور صرف همته إلى ضبط الممالك وجهز جرماغون في 30,000 فارس وسيرهم إلى ناحية خراسان، وأنفذ سنتاي بهادر في مثل ذلك العسكر إلى جانب قفجاق وسقسين وبلغار وجماعة أخرى إلى التبت، وقصد هو بنفسه بلاد الخطا. قلنا لا يهم الأسماء، أسماء الأشخاص أو أسماء المناطق، لكن المهم الفكرة، المهم الصورة التي تحصل في الذهن عن تلك الطائفة، تلك القومية، تلك القيادة، تلك العساكر، تلك السلاطين، وما يتعلق بهم، وما يتعلق بأحداث تلك الفترة، وما يتعلق بالبحث، وما يتعلق بالغرض الذي نريد أن نحققه في أذهان المتلقي. وقال ابن العبري في صفحة 246: ثم وصله، أي وصل إلى خوارزم شاه، ثم وصله خبر عبور جرماغون نوين النهر في طلبه، فتوجه إلى تبريز. الآن هم يلاحقون خوارزم بعد وفاة الأب، بقي الأمر على ما هو عليه في ملاحقة خوارزم، لأنه قد غدر بهم ونكل به عوائلهم بنسائهم بأطفالهم، تصرف معهم تصرف اللصوص وليس تصرف الأحرار وليس تصرف الملوك، فصارت همتهم الثار من خوارزم. وأرسل خوارزم رسولا إلى الخليفة وآخر إلى الملك الأشراف ورسولا إلى السلطان علاء الدين صاحب الروم يستجيشهم ويعلمهم كثرة عساكر التتار وحدة شوكتهم وشدة نكايتهم، وأنه إذا ارتفع هو من البين أو من البين يعجزون عن مقاومتهم، وأنه كسد الإسكندر يمنعهم عنهم،
فالرأي أن يساعده كل منهم بفوج من عسكره ليرتبط بذلك جأش أصحابه ويحجم بهم العدو عن البلاد فيحجم. قال من هذا النوع وأكثر، قال من هذا الكلام، من هذا النوع من الكلام وأكثر. واستصرخهم فلم يصرخوه، واستغاثهم فلم يغيثوه، فشتى بأرمية وأشتوا. إذن قضى فصل الشتاء بأرمية. وفي الربيع توجه إلى نواحي ديار بكر وصار يزجي أوقاته بالعين بالصلاة بالنسك بالعبادة بالصيام، وهو مطارد، وهو فعل كل تلك المنكرات وانهزم أمام التتار. أين يقضي أوقاته هذا الخليفة، هذا السلطان، هذا الإمام، هذا ولي الأمر؟ يقول وصار يزجي أوقاته بالتمتع واللهو والشراب والطرب. لاحظ يبرر ابن الأبري، يقول كأنه يودع الدنيا وملكها الفاني. لاحظ هذا هو منهج السلاطين من بني أمية وأنت نازل، هؤلاء هم أئمة ابن تيمية. توديع الدنيا يكون بالخمور واللهو والشراب والطرب. ومن ناحية وبلحاظ نقول لهم الحق، لأنهم سيذهبون إلى نار جهنم وإلى بئس المصير، فأن يجدون من هذا في ذلك المكان، فهم في يأس. فماذا يفعل؟ يقول لأخذ ما أستطيع وما يمكن أن ألهو به في هذه الدنيا من اللهو والشراب والطرب والفساد والفحش، وبعد هذا سأحرق في نار جهنم. هذا هو منهج ابن تيمية وأئمة ابن تيمية، هذا هو توديع الدنيا عندهم. يقول كأنه يودع الدنيا وملكها الفاني. التفت، هذا هو واقع حال السلاطين الخلفاء أئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، فهنيئا للمارقة أبناء التيمية بهم، وحشرهم الله معهم في اقتران لا يفترقان. اللهم آمين يا رب العالمين. ولا أدري لماذا التزييف والتدليس بتسميتها بالدول والحكومات الإسلامية وهي في حقيقتها وواقعها علمانية، وأكثر انفتاحا وإباحية وعلمانية من العلمانية نفسها. فمن منكم شاهد أو سمع خبرا يقينيا عن أحد حكام العرب أو حكام البلدان الإسلامية أو حكام الدول الغربية أنه فعل مثل ما كان يفعل خوارزم وأمثاله الفسقة الفجرة بالجهر والعلني في السلم والحرب في الصباح والمساء، والناس تبادئ والبلاد تخرب وتدمر وتزال على أيدي الغزاة؟ فأي دين وأي أخلاق وأي عقل وأي إنسانية تجعل أو تقبل أن يكون مثل هؤلاء أئمة وخلفاء يحكمون باسم الإسلام؟ يكمل ابن الأبري، وبينما هو في ذلك يسر، هو مسرور باللهو والشراب والطرب. يقول وبينما هو في ذلك يسر، يعقب ابن الأبري، لا بل يغر. وسنذكر هذا وسنبين بأن ابن الأبري هو رجل نصراني. مع هذا لاحظ كيف يصف الخليفة الإسلامي، الإمام الإسلامي، السلطان الإسلامي، يقول وبينما هو في ذلك يسر لا بل يغر، فجئه هجوم بايماس نوين في عسكره ليلا. فجأه هجوم القائد المغولي وعساكر المغول، عساكر التتار. يقول فجئه هجوم بايماس نوين في عسكره ليلا، فتكلف للانتباه وعاين نيران المغول بالقرب من مكانه، فتقدم إلى الأمير أورخان أن يلم به الجماعة ويشغل المغول عند الصبح بالإقدام تارة والإحجام أخرى. وفر هو مع 3 نفر من مماليكه تائها في جبال ديار بكر. أدت روايات كما ذكرنا سابقا في قضية هروب خوارزم ونهاية خوارزم وكيفية موت خوارزم وأين مات خوارزم. فلما أصبحوا ظن المغول أن جلال الدين خوارزم شاه فيهم، أي في عساكر الأمير أورخان، فجدوا في طلبهم طاردين في أعقابهم وهم منهزمون بين أيديهم. ولما تحققوا أنه ليس معهم
رجعوا عنهم. فأما جلال الدين خوارزم شاه فأوقع به قوم من الأكراد ببعض جبال آمد ولم يعرفوه وقدروه من بعض جند الخوارزمية فقتلوه والمملوكين طمعا في ثيابهم وخيلهم وسلاحهم. وقال ابن العبري في صفحة 248: فجيش التونخان ملك الخطا 100,000 من شجعانه وقدم عليهم أميرا من أمرائه وأنفذهم للقاء المغول، فلما وصلوا إليهم استحقروهم لقلتهم بالنسبة إليهم وتهاونوا في أمرهم وأرادوا أن يسوقوهم كما هم إلى ملكهم التونخان. يعني هؤلاء جماعة التونخان، هؤلاء الخطأ، استخفوا بالمغول لقلة عدد المغول. يقول: فلما وصلوا إليهم استحقروا المغول لقلتهم بالنسبة إليهم وتهاونوا في أمرهم وأرادوا أن يسوقوهم كما هم إلى ملكهم التونخان ليفرجوا بهم عنه غمه، إذا هو ضرب عليهم حلقة وصادهم صيدا، فشغلهم المغول بفتور المكافحة وأطمعوهم إلى أن وصلت الأفواج التي مع قان، جاءهم قان ومعه عساكر من المغول من التتار، فأوقعوا بعسكر الخطأ ولم يفلت منهم إلا النزر وكان التونخان ملك الخطأ بمدينة تسمى نامكينك، فلما بلغه الخبر بما جرى على أصحابه ارتاع وأيس من حياة الدنيا وجمع أولاده ونساءه وكل من يعز عليه ودخلوا بيتا من بيوت الخشب وأمر بضرب النار فيه، فاحترق هو ومن معه أنفة، أي يقول عزة وحمية، أنفة من الوقوع في أسر المغول، ودخلت عساكر المغول إلى المدينة ونهبوا وأسروا البنين والبنات وأمنوا الباقي وفتحوا غيرها من المدن المشهورة، ورتب بها قان الشحاني، وضع فيها المحافظ، القائد العسكري، المسؤول الأمني، الحاكم العسكري، الحاكم المدني، ورتب بها قان الشحاني. وبينما هم مسرورون بفتح بلاد الخطأ توفي تولي خان وكان أحب الأخوة إلى قان، فاغتم لذلك كثيرا وأمر أن زوجته تتولى تدبير عساكره، وكان لها من الأولاد 4 بنين: مونككا وقوبلاي وهولاكا وأريغ بوكا. فأحسنت تربية الأولاد، هذه أم هولاكو، فأحسنت تربية الأولاد وضبط الأصحاب، وكانت لبيبة مؤمنة تدين بدين النصرانية، تعظم محل المطارنة والرهبان وتقتبس صلواتهم وبركتهم. وجعل القائد المغولي مخيمه على شاطئ نهر إتل. أنا يعني أخذ مقتبسات من كلام ابن العبري. يقول: وجعل القائد المغولي مخيمه على شاطئ نهر إتل وغزا هذه النواحي، أي بلاد السقالبة واللان والروس والبلغار، فقتل فيها خلائق بلغ عددهم 270,000. 270. من أين علمت بهذا؟ هل كما يقول التيمية، كافتراءات التيمية، هل أخذ من نهج ابن تيمية ومن تدليس ابن تيمية ومن خزعبلات و روزخونيات وهمبلات وأكاذيب ابن تيمية؟ لا، يعلم بأن هذه أكاذيب وافتراءات وادعاءات، لكن أعطى السبب. يقول: علم ذلك، أي علم عددهم، من آذان القتلى التي قطعوها امتثالا لمرسوم قان، لأنه تقدم بقطع الأذن اليمنى من كل قتيل، وبعد فراغ باتو من أمر السقالبة تجهز للدخول إلى نواحي القسطنطينية، فبلغ ذلك ملوك الفرنج، فجاءوا حافلين حاشدين والتقوا المغول في أطراف بلد البلغار، وجرت بينهم حروب كثيرة انجلت عن كسرة المغول وهزيمتهم وهربهم، فقفلوا
أي فرجعوا من غزاتهم هذه ولم يعودوا يتعرضون إلى بلاد يونان وفرنجة إلى يومنا هذا. لاحظ، بالرغم من الصراعات بين ملوك وسلاطين بلاد الغرب في اليونان والفرنج، إلا أنهم تركوا صراعاتهم جانبا واتحدوا ضد عدو مغولي غازي المتغطرس فاتك، فكسروه فانهزم وامتنع عن قصد بلادهم وغزوهم، بينما الأئمة الخلفاء سلاطين الأمة يتسابقون إلى الخيانة. سلاطين الأمة الإسلامية أبناء التيمية، أبناء تيمية يتسابقون إلى الخيانة والعمالة لقوى الغزو والاحتلال والاستقواء بها ضد بعضهم البعض، بل والقيام بحروب طاحنة فيما بينهم نيابة عن أسيادهم المحتلين وتحقيقا لمصالحهم الاستعمارية الفاسدة القبيحة. وقال ابن العبري في صفحة 249 في سنة 630 هجري، أرسل السلطان علاء الدين كي قباذ صاحب الروم، هذا كما قلنا الروم أي بلاد الترك، بلاد تركيا الآن، أرسل السلطان علاء الدين كيقباذ صاحب الروم رسولا إلى قان وبذل الطاعة، فقال قان للرسول: إننا قد سمعنا برزانة عقل علاء الدين وإصابة رأيه، فإذا حضر بنفسه عندنا يرى منا القبول والإكرام ونوليه الإختاجية في حضرتنا وتكون بلاده جارية عليه. فلما عاد الرسول بهذا الكلام تعجب منه كل من سمعه واستدل على ما عليه قان من العظمة. هنا يتأكد لكم ويحسن اليقين عندكم وعندنا جميعا أن التولية والسلطنة والحكومة والخلافة والإمامة مجعولة من من؟ مجعولة من قائد المغول المشرك الوثني الكافر، فصارت ولاية وخلافة وإمامة سلاطين الإسلام بأمر وتشريع قادة المغول. فهذا خط جديد، خط مبارك، خط مبتكر، خط إبداعي لابن تيمية في تعيين وإثبات الخليفة الإمام المقدس القدسي. هنيئا للتيمية بهذا الإنجاز، هنيئا لابن تيمية وأتباعه بهذا الفتح المبين. وفي سنة 633 هجري، والكلام لابن العبري، غزا التتار بلد أربل وعبروا إلى بلد نينوى ونزلوا على ساقية قرية ترجلة وكرمليس، فهرب أهل كرمليس ودخلوا بيعتها وكان لها بابان، فدخلها المغول وقعد أميران منهم من المغول كل واحد على باب، وأذنوا للناس في الخروج عن البيعة، فمن خرج من أحد بابيها قتلوه، ومن خرج من الباب الآخر أطلقه الأمير الذي على ذلك الباب وأبقاه، فتعجب الناس لذلك. وفيها، أعني في سنة 634 هجري، والكلام لابن العبري، في شهر شوال غزا التتار بلد أربل وهرب أهل المدينة إلى قلعتها فحاصروها 40 يوما، ثم أعطوا مالا فرحلوا عنها. يكمل ابن العبري، قال في صفحة 251 في سنة 635 هجري، وفيها غزا التتار العراق ووصلوا إلى تخوم بغداد، إلى موضع يسمى زنقاباد، وإلى سر مراء أي إلى سامراء، فخرج إليهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين إقبال الشرابي في عساكرهما، فلقوا المغول وهزموهم. لاحظ في سنة 635 أيضا كانت معركة بين جيش الخليفة في بغداد وبين التتار، فانتصر جيش الخليفة في بغداد على التتار، إذن يعلمون هذا، وأيضا بقيادة الدويدار وبقيادة الشرابي، إذن يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون بالتتار وخطر التتار وغزو التتار وتحرك التتار نحو بغداد. فماذا يقول ابن تيمية؟ فما معنى وما هو السبب وما هو التفسير لخرافات وأكاذيب ابن تيمية؟ لاحظ، إذن الخطر على بغداد
يعلمون به ويتيقنون الخطر على بغداد، وحصلت معارك مع المغول الذين جاءوا لغزو بغداد قبل سقوط بغداد بعشرات السنين. فخرج إليهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين إقبال الشرابي في عساكرهما، فلقوا المغول وهزموهم، وخافوا من عودهم فنصبوا المنجنيقات على سور بغداد من سنة 635، يخافون المغول وخطر المغول وغزو المغول، فنصبوا المنجنيقات على سور بغداد. فماذا تغير في سنة 656 حتى يرمي ابن تيمية المارق المدلس كل الأمور والتبعات على ابن العلقمي بأفحش الكذب والافتراء والتدليس؟ وفي آخر هذه السنة في سنة 635 هجري عاد التتار إلى بلد بغداد، ووصلوا إلى خانقين، فلقيهم جيوش بغداد فانكسروا وعادوا منهزمين إلى بغداد بعد أن قتل منهم خلق كثير. هذه أيضا اعتداء آخر على بغداد وانكسار لجيش بغداد، وأيضا بقيادة الشرابي والدويدار. وغنم المغول غنيمة عظيمة وعادوا. تعليق: الدويدار والشرابي بأنفسهما وتحت قيادتهما حصلت مواجهتان عسكريتان مع المغول على تخوم وحدود بغداد. المعركة الأولى حصلت عند سامراء وقد انتصر فيها جيش بغداد، وبعد أشهر وقعت المعركة الثانية في خانقين وقد انكسر فيها جيش بغداد فعادوا منهزمين إلى بغداد. إضافة لذلك، فقد نقلنا لكم من عدة مصادر أن المغول تحركوا لغزو بغداد في زمن خلافة المستعصم نفسه في سنة 643 هجري. فكيف يدعي منهج ابن تيمية أن هؤلاء القادة يجهلون قوة وخطر المغول ويجهلون طمعهم ببغداد، أو أنهم قادة سفهاء أغبياء جهال يعلمون بخطر المغول وطمعهم ببغداد وخلافتها لكنهم لم يستعدوا للمواجهة لها، بل سرحوا العساكر ففقدت بغداد القوة العسكرية للمواجهة؟ هذا التعليق ألف باء. ولا أدري أين كان الخليفة المستعصم من غزو المغول لبغداد ووقوع معارك عسكرية معهم ونصب المنجنيقات على سور بغداد في زمن الخليفة ووالده وقبل استلامه الخلافة بخمس سنين. فهل يقول ابن تيمية أن الخليفة السلفي المستعصم كان في سكر وتحت تأثير المخدرات طوال تلك السنين وما بعدها فلم يشعر بما حصل أو أنه كان يعلم بكل شيء لكنه بمستوى الحضيض من السفاهة والغباء والجهل بحيث سرح جيشه فلم يقم بأي استعدادات لمواجهة الغزو المغولي المداهم لبغداد وباقي بلدان الإسلام؟ جيم، أي تعليق جيم: بالرغم من أن الدويدار انهزم أمام التتار في معركة خانقين وفر منهزما إلى بغداد، وأنه قد انهزم أمام التتار في معركة شمال بغداد قبيل سقوط بغداد بأيام أو أسابيع قليلة، ومع ذلك فإن روزخونيات وأكاذيب ابن تيمية ومنهجه الخرافي يمجد بالدويدار المتآمر الخائن المنهزم، فيدعي أن الدويدار كان باستطاعته أن يهزم هولاكو ويجعله يشتغل بنفسه عن غزو بلاد الإسلام، لكن الخليفة المستعصم لم يسمح له بذلك وقد منعه عن ذلك، وكما ينقل هذا عن الدويدار: بل إن أكذوبتهم تلك تثبت أن الأمور كان بيد الخليفة نفسه وليس بيد ابن العلقمي، وإلا لقال دويدار أن ابن العلقمي منعني ولم يمكنني من قهر هولاكا وإشغاله بنفسه عن غزو بلادنا. فالذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 23 في صفحة 371 قال: الطبقة 35، الدويدار الملك مقدم جيش العراق مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير أحد الأبطال المذكورين والشجعان الموصوفين، الذي كان يقول: لو مكنني
أمير المؤمنين المستعصم، لقهرت التتار ولشغلت هلاك بنفسه. هذه من همبلات ابن تيمية. ويكمل أيضا الذهبي يقول: قال الكازروني فيما أنبأني أن الخليفة قتل معه عدة من أعمامه وأولاده وابن الجوزي ومجاهد الدين الدويدار الذي تزوج ببنت بدر الدين صاحب الموصل. لاحظ هذا الدويدار تبين بأنه زوج بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل عميل المغول الذي أراد المنهج التيمي غسل العار بالدعاء بأن لؤلؤ من الشيعة لأنه تبرع بقنديل لمرقد علي سلام الله عليه. يقول: مجاهد الدين قتل مع الخليفة مجاهد الدين الدويدار الذي تزوج ببنت بدر الدين صاحب الموصل وحمل رأسه ورأس الملك سليمان شاه وأمير الحاج فلك الدين فنصبوا بالموصل. يكمل ابن العبري في صفحة 251 يقول: في سنة 637 هجري جهز السلطان غياث الدين جيوشا إلى أرمينية فامتنع المغول من الدخول إلى بلد الروم. لاحظ هذه من ردود فعل المغول لما يجدون القوة المقابلة كما حصل مع الفرنج فامتنعوا عن مهاجمتهم. وهنا أيضا لما جهز السلطان غياث الدين جيوشا إلى أرمينية يقول: امتنع المغول من الدخول إلى بلد الروم. وفي سنة 640 والكلام لابن العبري يقول: سار السلطان غياث الدين كي خسرو السلجوقي إلى أرمينية في جمع كثيف وجهاز لم يتجهز أحد مثله في عساكره وعساكر اليونانيين والفرنج والكرج والأرمن والعرب لمحاربة التتار، فالتقى العسكران بنواحي أرزنكان بموضع يسمى كوساذاغ، وأول وهلة باشر المسلمون ومن معهم الجيوش النصرانية الحرب وذهلوا وأدبروا وولوا هاربين، فانهزم السلطان مبهوتا فأخذ نساءه وأولاده من قيسارية وسار إلى مدينة أنقورة أي أنقرة فتحصن بها. يمكن التأكد من التسميات التي تذكر مع الأسماء الحديثة هل تكون مطابقة أو لا، أي كما ذكرنا أو بخلاف ما ذكرنا. وأقام المغول يومهم ذلك مكانهم ولم يقدموا على التقدم، فظنوا أن هناك كمينا إذ لم يروا قتالا يوجب هزيمتهم وهم في تلك الكثرة من الأمم المختلفة. يعني المغول لم يصدقوا بأن كل هذه الجيوش الإسلامية العساكر اليونانية الفرنجية ومن الكرج والأرمن والعرب كل هذه الحشود انهزمت أمام التتار أمام المغول، فأقاموا في مكانهم. لكن يقول: فلما تحقق الأمر انتشروا في بلاد الروم فنازلوا أولا مدينة سيواس فملكوها بالأمان وأخذوا أموال أهلها عوضا عن أرواحهم وأحرقوا ما وجدوا بها من آلات الحرب وهدموا سورها، ثم قصدوا مدينة قيسارية فقاتل أهلها أياما ثم عجزوا ففتحوها عنوه ورموا فيها السيف وأبادوا أكابرها وأغنياءها معاقبين على إظهار الأموال وسبوا النساء والأولاد وخربوا الأسوار وعادوا ولم يتوغلوا في باقي بلاد السلطان. ولما سمع أهل ملطية ما فعل التتار بقيسارية هلعوا وجزعوا أفحش الجزع، فأجفل رشيد الدين الخويني أميرها ومعه أصحابه طالبين حلب هربوا إلى حلب وكذلك من أمكنه الهرب من أماثلها، ووصل التتار بالقرب من ملطية ولم يتعرضوا إليها. وأما الذين خرجوا من المدينة مجفلين فأدركهم المغول عند قرية يقال لها باجوزة على 10 فراسخ من المدينة، فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأولاد ومن سلم منهم في المغائر والشعاب والأودية الغائرة من النساء والرجال عاد إلى ملطية عريانا حافيا.
وكر المغول على مدينة أرزنكان وملكوها عنوة وقتلوا رجالها وسبوا الذراري ونهبوها وخربوا سورها ومضوا. ولما رأى السلطان العجز عن مقاومة التتار أرسل إليهم رسلا يطلب الصلح، فصالحوه على مال وخيل وأثواب وغيرها يعطيهم كل سنة مبلغا معينا مقاطعة. التفت سلطان سلجوقي تركي الخليفة الإمام وبكل ما يملك من سلطة ومال وأتباع، ومع خوف المغول من التوغل في بلاده، فإنه مع كل ذلك يهادن ويصانع ويذل نفسه للمغول ويدفع لهم الجزية صاغرا من أجل أن يمضوا له إمامته وخلافته وسلطنته، فأمضاها له النبي الرسول المغولي. فهنيئا لابن تيمية هذا الخط المغولي التتري في تنصيب خليفة المسلمين وإمامهم وولي أمرهم، فهنيئا لكم النبي الرسول المغولي المبعوث من الرب الأمرد ورفاقه. ثم قال ابن العبري في صفحة 454: المستعصم ابن المستنصر، وفي سنة 640 هجري بويع المستعصم يوم مات أبوه المستنصر، وكان صاحب له وقصف صاحب له ولعب وافتنان في الطعام والشراب، صاحب له وقصف شغف بلعب الطيور أو شغف بلعب الطيور أحب وأصاب قلبه وأولع بلعب الطيور شغف بلعب الطيور واستولت عليه النساء، وكان ضعيف الرأي قليل العزم كثير الغفلة عما يجب لتدبير الدول، وكان إذا نبه على ما ينبغي أن يفعله في أمر التتار إما المدارات والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم أو تجيش العساكر أو تجيش العساكر وملتقاهم بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق، فكان يقول: أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد، ولا أيضا يهجمون علي وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي ودار مقامي. فهذه الخيالات الفاسدة، والكلام لابن العبري يقول: فهذه الخيالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب فأصيب بمكاره لم تخطر بباله. وفي سنة 641 هجري غزا يساور نوين الشام، ووصل إلى موضع يسمى حيلان على باب حلب، وعاد عنها لحفي أصاب خيول المغول، أي تقشرت حوافر الخيول من كثرة المشي، واجتاز بملطية وخرب بلدها ورعى غلاتها وبساتينها وكرومها وأخذ منها أموالا عظيمة حتى خشل النساء. أخذ أموال عظيمة حتى خشل النساء أخذها حتى خشل النساء وصلبان البيع ووجوه الأناجيل وآنية القداس المصوغة من الذهب والفضة، ثم رحل عنها وأقحطت البلاد بعد ترحال التتار ووبئت الأرض فهلك عالم، وباع الناس أولادهم بأقراص الخبز. لاحظ في البلاد الإسلامية الملوك السلاطين الأئمة الخلفاء يعيشون مترفين في غناء ورقص وطرب وفجور وخمور، والناس تبيع أو الأولاد تبيع أولادها والثمن أقراص من الخبز. أين الخليفة الأول؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين أهل البيت؟ أين علي؟ أين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين هؤلاء؟ وأين هؤلاء الأئمة الفجرة؟ أئمة ابن تيمية وقادة ابن تيمية وخلفاء ابن تيمية، أين هؤلاء وأين أولئك؟ يكمل ابن العبري يقول: وفي سنة 642 هجري أغار التتار على بلد بغداد ولم يتمكنوا من منازلتها، هذا هجوم آخر على بغداد. قال ابن العبري في صفحة 255: قال سنة 642 هجري وفيها سير السلطان غياث الدين جيشا عظيما إلى مدينة طرسوس، فحاصروها مدة وضيقوا عليها وكادوا يفتحونها عنوة، فاتفق أن مات السلطان غياث الدين في تلك الأيام، وكان السلطان غياث الدين مقبلا على
لاحظ هذه مواصفات سلطان الدين، لاحظ السلطان غياث الدين ما شاء الله، كيف سيغاث الدين على يد غياث الدين السلطان الذي يصفه ابن العبري وغير ابن العبري، يقول كان غياث الدين وكان السلطان غياث الدين، إمام ابن تيمية، خليفة ابن تيمية، قائد ابن تيمية، قدوة ابن تيمية، هذا غياث الدين السلجوقي التركي، يقول كان مقبلا على المجون وشرب الشراب غير مرضي الطريقة منغمسا في الشهوات الموبقة. لاحظ كل هذه الأفعال ومع هذا يتحدثون عن الإسماعيلية، عن الباطنية، عن الحشاشة، عن الملاحدة، يصفونهم بالملاحدة. وأي إلحاد بعد هذا وأي زندقة بعد هذه الأفعال التي يقوم بها أمة ابن تيمية وابن تيمية واتباع ابن تيمية، مجون وشرب وشراب ورقص وغناء وطرب وولدان وصبيان وشاب أمرد ورفاق الشاب الأمرد من الأرباب، أي زندقة وأي إلحاد هذا حتى يقارن مع إلحاد الإسماعيلية؟ لا يوجد مقارنة، لكن مع هذا جرت الأمور وسار الإعلام الباطل المدلس على أن الإسماعيلية ملاحدة وهم ملاحدة، وعلى أن هؤلاء الملاحدة وأصل الإلحاد أئمة ابن تيمية، يقولون هذه هؤلاء من الدول المقدسة والقدسية والأئمة المقدسة والقدسية والخلفاء والأئمة التي يفترض على الجميع الإطاعة لها. يقول كان هذا سلطان غياث الدين الخليفة الإمام مقبلا على المجون وشرب الشراب غير مرضي الطريقة منغمسا في الشهوات الموبقة، وخلف غياث الدين، ما هذا الغياث وما هذه التربية وما هؤلاء الأبناء الذين سيخلفهم غياث الدين؟ يقول ثلاثة بنين، عز الدين وركن الدين وعلاء الدين، ما شاء الله قام الدين بهم، غياث الدين وعز الدين وركن الدين وعلاء الدين. ويستكثر هذه مثل هذه التسميات ومثل هذه العناوين ومنها ومثل هذه الألقاب على الفاطميين وعلى الدولة الفاطمية وعلى الشيعة وعلى الإمامية وعلى أمة أهل البيت وأمة باقي الطوائف الإسلامية. يقول وخلف غياث الدين ثلاثة بنين، عز الدين وركن الدين وعلاء الدين، فولي السلطنة عز الدين وهو الكبير، وحلف له الأمراء، وخطب له على المنابر أو خطب له على المنابر. أقول سبحان الله، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنزو عليه القردة من أهل الخمور والرقص والغناء والنساء والولدان والمجون والفسوق والإجرام. فعن سهل بن سعد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية أو بني مروان، رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. وأنزل الله عز وجل في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يكمل ابن العبري يقول وفي سنة 43 سنة 643 هجري ترددت رسل المغول في طلب السلطان عز الدين ليحضر بنفسه في خدمة قان، هذا قلنا عز الدين استلم بعد غياث الدين، فطلب المغول أن يأتي بنفسه بخدمة قان أو بعبودية قان، ينزل إلى عبودية قان، سيمر علينا ومر علينا هذا، ينزل إلى عبودية قان، إلى عبودية القائد المغولي، السلطان المغولي، الخليفة المغولي، الإمام المغولي، النبي المغولي، الرسول المغولي، الإله المغولي، الوثن المغولي. لماذا؟ حتى يحصل على الإمامة منه، الخلافة منه، السلطنة منه، السلطة منه، المملكة منه، التعيين منه. يقول فتعلل محتجا بمعادات من يجاوره من ملوك اليونانيين والأرمن، وإنه متى فارق بلاده ملكها هؤلاء. وكيف كان يداري الأمور؟ يقول وكان يرضي الرسل بالهدايا وبذل الأموال ويدافعهم من وقت إلى وقت آخر، ويدافعهم من وقت إلى وقت. التفت أسلوب قادة المغول في التعامل مع السلاطين، فإنهم يستخدمون كل الحلول الدبلوماسية والنفسية لإخضاع السلاطين والدول لهم، ومع استنفاذ ذلك فيكون القرار في الحرب واجتياح البلدان وقتل الحكام وإبادة الإنسان وتخريب البلدان.
قال ترددت رسل المغول في طلب السلطان عز الدين، ليست المرة، ليس الإرسال الرسل هو لمرة واحدة، وإنما يقول ترددت رسل المغول في طلب السلطان عز الدين، فلم يكتفي برسول واحد بل ترددت الرسل، وهذا ما حصل مع خليفة بغداد المستعصم، لكنه استخف بهولاكو وأصر على الاستخفاف فتنمر هولاكو فحصل البحذور وانتهكت البلاد والعباد وحصل الخراب والدمار. يقول ابن العبري وفيها في سنة 643 هجري وفاة قان، هذا القائد المغولي، السلطان المغولي، الإمام المغولي، الخليفة المغولي، ولي الأمر المغولي، ولي أمر المسلمين وغير المسلمين المغولي، هذا توفى في سنة 643 هجري. وفي سنة 644 هجري تم اجتماع الأولاد والأحفاد وأمراء المغول في وقت الربيع، لاحظ توفى في هذه السنة كما بينا سابقا، فاجتمعوا في وقت آخر لأنهم في بلدان متفرقة فيحتاج إلى وقت حتى يحصل الاجتماع. وحضر في المجمع من غير المغول أيضا مما وراء النهر وتركستان. من الذي حضر؟ لنرى، ابن العلقم معهم، الطوسي معهم، أبناء علاقم، أبناء تيمية، أبناء العلقم التيمية، أبناء ابن تيمية العلاقم معهم، سنرى. يقول من حضر، وحضر في المجمع من غير المغول، الأمير مسعود بيك، هذا من أين؟ من وراء النهر وتركستان. ومن خراسان حضر الأمير أراغون آغا وصحبته أكابر العراق واللور وأذربيجان وشروان، ومن الروم السلطان ركن الدين، ومن الأرمن الكنت سطبل أخو التكفور حاتم، ومن كرجستان الداودان الكبير والصغير، ومن الشام أخو الملك الناصر صاحب حلب، ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة، ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة ممثل الخليفة، رفيق الخليفة، العامل في ظل الخلافة، قاضي القضاة، ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة، ومن علاء الدين صاحب الألموت محتشم قهستان. سؤال، ماذا يقول المارقة وشيخهم الطائفي التكفيري عن فخر الدين قاضي قضاة بغداد الخلافة العباسية الذي كان يحضر مجالس تنصيب الطغاة المغول؟ فهل هو ابن علقمي تيمي ابن تيمي ابن تيمية؟ وماذا يقولون عن باقي أبناء العلاقم الذين حضروا اجتماع تنصيب السلطان التتري الجديد؟ وأين ابن العلقم الشيعي؟ وأين نصير الدين الطوسي؟ يا عقول فارغة خرافية. يكمل ابن العبري، فإذا تم هذا المجمع العظيم الذي لم يعهد مثله، وقع الاتفاق على كيوك وسموه كيوك خان، وكان له إخوان آخران كوبان وسيرامون بغض النظر قلنا عن الأسماء. ثم قال ابن العبري في صفحة 257 وفي سنة 45 و645 بدأت صلاحيات كيوك خان، بدأ يعين ينصب. يقول ولا في سنة 645 ولا كيوك خان على بلاد الروم والموصل والشام والكرج، ولا من؟ ولا إيجيكتاي، وعلى ممالك الخطأ الصاحب يلواج، وعلى ما وراء النهر وتركستان الأمير مسعود، وعلى بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وشروان واللور وكرمان وفارس وطرف الهند الأمير أراغون أغا، وقلد سلطنة بلد الروم السلطان ركن الدين، ولاحظ هو الذي يقلد، هو الذي يعين السلاطين، وأمر بعزل السلطان عز الدين، لاحظ وقلد سلطنة بلد الروم للسلطان ركن الدين بعد أن عزل السلطان عز الدين، وأمر بعزل السلطان عز الدين، وجعل داود الصغير المعروف بابن قيس ملكا محكوما لداود الكبير صاحب تفليس، وأما رسول الخليفة فخاطبه خطاب واعد وموعد بل واعظ ومنذر، وأما رسل الملاحدة فصرفهم مذلين مهانين. لاحظ في محفل السلطان الخليفة ولي الأمر الإمام كيوك خان المغولي لا يوجد شيعة أصلا، لا ابن علقمي ولا نصر الدين الطوسي ولا غيرهما، وأما الإسماعيلية فكان لهم حضور لكن المغول لم يكونوا راضين عليهم وعنهم فصرفوهم مذلين مهانين، لقد صرفوهم وهم في ذل ومهانة. وأما الخليفة العباسي المستعصم فكان رسوله حاضرا في مجلس ولي أمره المغولي
وقد خاطبه كيوك خطاب واعد وموعد وواعظ ومنذر، فالتهديد والإنذار لخليفة بغداد ليست وليدة أحداث 656 هجري وما رافقها، بل سابق عليها بعشر سنين منذ 645 هجري على أقل تقدير. فأي أكذوبة إذن يدعيها ابن تيمية ومنهجه التدليسي بأن الخليفة يجهل حال المغول وخطرهم وتهديداتهم؟ بل الكلام يثبت أن خليفة بغداد حاله حال باقي السلاطين المسلمين الذين أحضرهم كيوك، والذين صار حكمهم وتسلطهم بتولية وإمضاء الخليفة الأعلى والإمام الأكبر كيوك خان المغولي. ولهذا كان كلامه مع رسول خليفة بغداد كلام آمر ومأمور ورئيس ومرؤوس، ومع ثبوت ذلك فأي سفاهة وأي غباء وجهل وخيانة كان فيها الخليفة وابن الجوزي ودويدار وشرابي، بحيث لم يتهيأوا ولم يعدوا العدة ولم يتجهزوا لخطر المغول الغزاة، بل وصلت سفاهتهم وخيانتهم إلى الحضيض بتسليح العساكر وتقليل عددهم من 100,000 أو أكثر إلى 10,000 أو أكثر قليلا. ويكمل ابن العبري: وفي سنة 646 هجري وصل السلطان ركن الدين وبهاء الدين الترجمان إلى بلد الروم ومعهما 1,000 فارس من المغول. لاحظ، عينه وأرسل معه العساكر من المغول حتى يثبت هذا ويعزل ذاك. فهم الوزير شمس الدين الأصفهاني أن يأخذ السلطان عز الدين ويصعد إلى بعض القلاع التي على البحر ويقيم هناك عاصيين إلى أن يفعل الله ما يشاء. فعلم بذلك جلال الدين قرطاي الرجل الصالح، فقبض على الوزير الأصفهاني وسير، فأعلم بهاء الدين الترجمان بذلك. فأنفذ بهاء الدين جماعة من أمراء المغول فأتوا إلى قونية وقرروا الوزير على الأموال والخزائن ثم قتلوه. لاحظ، هذا الرجل الصالح قرطاي جلال الدين، هذا الرجل الصالح ماذا فعل؟ أراد أن يهرب ذاك الشخص شمس الدين الأصفهاني الوزير مع عز الدين، أراد أن يهرب به إلى قلعة من قلاع البحر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أين الضرر هنا؟ ماذا فعل هذا الرجل الصالح جلال الدين قرطاي الرجل الصالح؟ هذا التيمي، هذا على المنهج التيمي، على فعل التيمية، ليس عندهم إلا الإيقاع بالناس والنفاق على الناس والوشاية بالناس. يعني المخبر السري الذي تضرر منه السنة والشيعة في العراق وفي غير العراق هو على منهج ابن تيمية واتباع ابن تيمية، هذا هو المخبر السري الذي كسر الناس ووضع المئات والآلاف وعشرات الآلاف في السجون بسبب المخبر السري في العراق وفي غير العراق. الله ينتقم من القوم الظالمين. كما قلت لكم يوجد ابن تيمية سني وابن تيمية شيعي، يوجد هلاك سني وهلاك شيعي، ويوجد ابن تيمية صليبي فرنجي مغولي وثني بوذي وغير هؤلاء، كذلك يوجد ابن علقمي، وكذلك يوجد هلاكة، وكذلك يوجد سلاطين غارقين في المجون والخمور والفساد والرذيلة والظلم والقتل والإرهاب في كل الأديان في كل الأعراق في كل القوميات في كل الأفكار في كل المعتقدات. لاحظ، وشابه أخبر عنه يقول: فقبض على الوزير الأصفهاني أو فقبض على الوزير الأصفهاني وسير، فأعلم بهاء الدين الترجمان بذلك، فأنفذ هذا بهاء الدين فأنفذ جماعة من أمراء المغول فأتوا إلى قونية وقرروا الوزير على الأموال والخزائن ثم قتلوه. واجتمع بهاء الدين الترجمان بجلال الدين قرطاي الرجل الصالح واتفق على أن توزع البلاد على الأخوين، فتكون قونية وأقصرة وأنقرة وأنطاكية وباقي الولايات الغربية لعز الدين، وقيسارية وسيواس وملطية وأرزنكان وأرزن الروم وغيرها من الولايات الشرقية لركن الدين، وأقطع لعلاء الدين الأخ الأصغر الأخ الصغير من الأملاك الخاصة ما يكفيه، وضربوا السكة باسم الثلاثة، وكتبوا السلاطين الأعاظم عز وركن وعلاء، وكتبوا على السكة وهم عملاء عند المغول عند المشركين، هم موظفون عند المغول عند التتار عند الملحدين عند الوثنيين عند الكفرة، ويضرب كل منهم ويضربون السكة
باسم السلطان ويعطوه عنوان السلطان الأعظم وكثير من الألقاب والعناوين. وضربوا السكة باسم الثلاثة وكتبوا السلاطين الأعظم عز وركن وعلاء. وفي سنة 47 و647 هجري أدرك كيوك خان أجله في تاسع ربيع الآخر. وفي سنة 48 و648 هجري وفيها اجتمع أولاد الملوك وأمراء المغول وانصرف كل واحد إلى مقامه على بناء أنهم يجتمعون في السنة المقبلة ويعملون مجمعا كبيرا ليحضره من الأولاد والأكابر من لم يحضره الآن. لاحظ، توفى في سنة 647، اجتمعوا في 648، لم يكتمل العدد، أجلوا الاجتماع إلى 649. يكمل ابن الأبري يقول: وفي سنة 49 و649 هجري في وقت الربيع حضر أكثر الأولاد وقاموا بمراسم التهنئة وشراءة الخدمة. وفي سنة 650 هجري ولما فرغ خاطر موننكا قان من أمر المخالفين شرع في ترتيب العساكر وضبط الممالك فأقطع بلاد الخطأ من حد الميري إلى سليكاي وتنكوت وتبتئ، أعطاها لقبلاي أغول أخيه، والبلاد الغربية أعطاها لهلاكو أخيه الآخر. إذن هولاكو استلم البلاد الغربية من سنة 650 هجري. إذن هولاكو استلم الأوامر القيادة من سنة 650 هجري عليه البلاد الغربية، ومن البلاد الغربية العراق وبغداد. يقول: وفي سنة 51 و651 هجري توجه هولاكو إلخان من نواحي قراقرم إلى البلاد الغربية. وفي سنة 52 و652 هجري تواترت الإلجية في طلب السلطان عز الدين صاحب الروم ليحضر هو بنفسه في خدمة مولينكا قان، فتجهز وسار حتى وصل إلى مدينة سيواس، ولما سمع أن الأمراء قد مالوا إلى ركن الدين أخيه ويرومون تمليكه عاد مسرعا إلى قونية وأرسل أخاه علاء الدين وكتب معه كتاب يذكر فيها: إنني قد سيرت أخي علاء الدين وهو سلطان مثلي، وأنا لم يمكنني المجيء بسبب أن أتابك ومدبري جلال الدين قرطاي قد مات وظهر لي أعداء من ناحية المغرب، فإذا كفيت شرهم جئت المرة الأخرى. وأراد عز الدين أن يقتل ركن الدين أخاه الآخر ويأمن غائلته، فأحس الأمراء بذلك وهربوه بأن ألبسوه ثياب بعض غلمان الطباخين ووضعوا على رأسه خوانجة فيها طعام وأخرجوه من الدار والقلعة في جماعة من الصبيان قد حملوا طعاما إلى بعض الدور. إذا لاحظ، الأخ أراد أن يقتل أخاه، عز الدين أراد أن يقتل ركن الدين، هذا عز وهذا ركن. فلما خرج أركبوه فرسا وساروا به حتى أوصلوه إلى قيسارية، وانضم إليه هناك جماعة من الأمراء وجيشوا وتوجهوا نحو قونية ليحاربوا عز الدين، فبرز إليهم عز الدين بمن معه من العسكر فكسرهم وهزمهم وأسر ركن الدين أخاه واعتقله بقلعة دوالو أو دوالوا. ثم قال ابن الأبري في صفحة 264، قال: وفي سنة 653 هجري وصل رسول بايجونوين، أي القائد المغولي، وصل رسول بايجونوين إلى السلطان عز الدين يطلب منه مكانا يشتي به، لأن بلد موغان الذي كان يشتو به صار مشتا لهولاكو، فأبى السلطان أن يجيبه إلى ذلك وطمع فيه وظنه منهزما بين يدي هولاكو، وجيش وحاربه عند خان السلطان بين قونية وأقصره، وانكسر عز الدين وهرب متوغلا في بلاده الداخلة. فأخرج بايجونوين أخاه ركن الدين من الحبس وملكه على جميع بلاد الروم. وفيها في سنة 653 في شهر شعبان نزل هولاكو ببروج مدينة سمرقند وأقام بها 40 يوما، فوصل إليه الأمير أراغون وأكثر أكابر خراسان وقووا عزمهم، فعبروا ماء جيحون، فأمر الأمراء أن يقصدوا في عساكرهم قلاع الملاحدة
وكان مقدم الإسماعيلية يومئذ ركن الدين خوز شاه. التفت هنا، خلفاء وأئمة المسلمين قاتلوا الإسماعيلية تحت راية المغول الشركية وإمامة وخلافة وقيادة المغول الوثنية، وهنا لم تستجب خلافة بغداد لطلب هولاكو بإرسال عساكر له لمقاتلة إسماعيلية، وإلا فإنه سينتقم منهم ويزيلهم ويقتلهم بعد القضاء على الإسماعيلية. لم يستجب الخليفة العباسي لهذا، لم تستجب سلطة بغداد لهذا التهديد والطلب من هولاكو. وكما ذكرنا لكم سابقا هذا المعنى، فهل عدم استجابة الخليفة العباسي لذلك كان بسبب علاقته الحسنة وتحالفه القديم مع الإسماعيلية ضد الخوارزمية، أو لتوقعه انكسار عساكر المغول بقيادة هولاكو أمام الإسماعيلية كما انكسر قادة المغول السابقين وعساكرهم أمام الإسماعيلية في السنين السابقة، أو أنه أي الخليفة أو أن الخليفة لم يكن سلفيا كما يدعي ويفتري ابن تيمية ورفاقه، فلم يكن يعتقد بانحرافات منهج تيمية التكفير الإرهابي بتكفير وقتل كل ما يرتبط ولو شكليا باسم علي وأهل بيته وأهل بيت النبي عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام، ويجيزون التعاون والتحالف مع كل قوى الكفر ومع إبليس الشيطان من أجل تحقيق غايتهم. ومن هنا يأتي الشك الراجح في أن ابن الجوزي هو الذي وشى بالخليفة ودويدار وشرابي عند هولاكو وأخبره أنهم رفضوا إرسال العساكر والمشاركة باقتحام قلاع الإسماعيلية، مع ملاحظة أن مصادر تاريخية تشير إلى أن ابن العلقمي قد نصح الخليفة بإرسال العساكر لتشارك هولاكو في اقتحام قلاع الإسماعيلية لكن الخليفة رفضه، وبالتأكيد يكون رفضه تحت ضغط وتسلط دويدار وشرابي لأن الأمور بأيدي هؤلاء. ولما عاين ركن الدين نزول هولاكو بالقرب سير رسولا يقول أن سبب تماطلي لم يكن غير أنني ما كنت أحقق وصوله المبارك، والآن أنا نازل اليوم أو غدا. هذا ركن الدين من؟ هذا ركن الدين خوز شاه، هذا مقدم الإسماعيلية، قائد الإسماعيلية، زعيم الإسماعيلية. وكان تلك الليلة ليلة الميلاد، فلما عزم على الخروج ثاوره الغلات أو العلات من الملاحدة ثاروا عليه وواثبه الفدائيون ولم يمكنوه من الخروج، فسير إلى هولاكو وأعلمه ما هم عليه من التمرد، فأمره أن يداري الوقت معهم محافظا على نفسه منهم، وكيفما كان يحتال للنزول ولو متنكرا. الآن يقول ابن العبري نزل ركن الدين ومعه ولده أو ولده وخواصه إلى عبودية هولاكو، لاحظ نزل إلى عبودية هولاكو، إذن كل من يذهب إلى هولاكو ينزل إلى عبودية هولاكو، وأظهر الخجلة بل الندامة معترفا بما اقترفه في الأيام الماضية من الجرائم والآثام، فشملته لطائف عواطف إلخان وبدل ما عند ركن الدين من الاستيحاش والاستنفار بالاستئناس والاستبشار. التفت قال نزل ركن الدين ومعه ولده أو ولده وخواصه إلى عبودية هولاكو، فهذا هو واقع الحال. وكما كررنا لكم من أن خلفاء المسلمين وأمتهم وحاشيتهم وأمة أبناء تيمية وباقي الرعية ينزلون إلى عبودية هولاكو وقادة المغول والتتار، فيكون القائد المغولي الملحد الوثني الكافر هو سيدهم وإمامهم وخليفتهم وولي أمرهم. فهنيئا لابن تيمية هذه الإمامة المقدسة القدسية من الرب الشاب الأمرد وباقي رفاقه الأرباب. فلم يقاتل الدواعش المارقة الآن وتحت أي تأصيل وعنوان وأئمتهم كما تبين نزلوا إلى عبودية المغول التتار أهل الوثن والأحجار؟ وفي تلك الأيام في سنة 654 هجري وصل شمس الدين محتشم قلاع قهستان وسار معه أصحاب ركن الدين إلى قهستان ليخرب جميع القلاع التي هناك وهي تزيد على 50 حصنا حصينة، وتسلموها وبتحوها إلا قلعتين منها هما كرذكوخ وكمشير، ووصل أكابر الديلم وصالح المغول على تخريب قلاعهم. وفي أواسط ذي الحجة في
في سنة 654 هجري، عاد هولاكو إلى الأردوب بناحية همذان وسير ركن الدين وبنيه وبناته وأزواجه إلى قزوين. هذا من ركن الدين الإسماعيلي. تعليق: كي يضمن المغول ولاء الملوك والسلاطين وشعوبهم لهم وعدم الخروج أو التفكير في الخروج والتمرد على المغول، فإنهم يطلبون من السلاطين تدمير قلاعهم وحصونهم بأنفسهم كمظهر لطاعتهم وولائهم للسلطان المغولي. قال: وصالح المغول على تخريب قلاعهم. وهذا منهج وسياق عمل سار عليه المغول، ولهذا لم تفرق طلباتهم وأوامرهم لخليفة بغداد عن غيره، فطالبوه بتخريب القلاع والحصون وطم الخنادق وإزالة كل ما يعيق تحرك جيوشهم التتارية. والتفت أيضا إلى ركن الدين إسماعيلي، فإنه بعد أن سلم نفسه إلى المغول وأعطوه الأمان له ولعياله وأصحابه، وبعد أن صاحبهم لسنة أو أكثر من الزمان مشتركا معهم هو وأصحابه في معاركهم، لكن ما هي النتيجة؟ وهل اعتبر واتعظ منها خليفة بغداد ومماليكه وعاص سلطانه أبناء تيمية، أو كانت السفاهة والتفاهة والغباء هي السائدة والمستحكمة والمستحكمة؟ يكمل ابن العبري: وفي سنة 55 و 655 هجري التمس ركن الدين خوز شاه من هولاكا أن يسيره إلى عبودية مونينكا قان. أراد أن يترقى من خدمة هولاكا ومن عبودية هولاكا إلى عبودية القائد الأعلى إلى مونينكا قان، فأعجبه ذلك وأرسله ومعه 9 نفر من أصحابه صحبة الإلجية. فلما وصلوا إلى مدينة بخارى خاصم الإلجية وتسافه عليهم فحقدوا عليه. فلما وصلوا إلى قراقرم لم يؤذن لركن الدين الإسماعيلي أن يحضره، لم يسمح له بالدخول بالحضور، وبرز مرسوم مونينكا قان إليه أن يجب عليك العود إلى بلدك والتقدم إلى نوابك ليسلموا قلعتي كرذكوخ وكشمير التي لم يستطع المغول الدخول إليها. فإذا سلموها، لاحظ، عشرات القلاع تمت السيطرة عليها بوجود ركن الدين الإسماعيلي. القائد الإسماعيلي كان معهم، كان في القتال معهم، كان مشتركا معهم في إقناع القلاع وقادة القلاع وأهل القلاع بالتسليم. وقد بقيت قلعتان لم يستطع المغول ولا ركن الدين وهو معهم بالدخول إلى القلعتين. مع هذا قال له: تذهب، يجب عليك العودة إلى بلدك والتقدم إلى نوابك ليسلموا قلعتي كرذكوخ وكمشير، فإذا سلموهما وخربتهما تحضر مرة أخرى ويكون لك التليشميشي، أي الإكرام والقبول كما يقول ابن العبري. فنكص ركن الدين بهذا الرجاء على عقبه. وفي الطريق، في طريق العودة، في طريق الرجوع، لما رجعا وفي الطريق هلك مع من كان معه من أصحابه، انتهى. ووصل يرليغ مونينكا قان إلى هولاكا ليقتل الملاحدة بأسرهم ولا يبقى منهم أثر، فأرسل قرقاي إلى قزوين وقتل بني ركن الدين وبناته وإخوته وأخواته مع جميع عساكر الملاحدة. هذا قرقاي. وأوتكو حنا أيضا أخرج من رعايا الإسماعيلية بحجة الحشر 12,000 رجل وقتلهم كلهم وأخل الأرض من كل من ألحد في دينه، وأخل الأرض من كل من ألحد في دينه. والكلام لابن العبري. أقول: المغول التتار وكما وصفهم ابن الأثير وغيره بأنهم وثنيون يسجدون للشمس ويأكلون حتى الكلاب والخنازير ولا يعرفون نكاحا ولا يحرمون شيئا، ماذا قال؟ قال: وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. أقول: مع ذلك فإن ابن تيمية ومنهجه السقيم المارق جعل وحدة دينية فكرية عقائدية تجمع هؤلاء والنصارى
والمسلمين في مقابل الإسماعيلية والفاطمية والزيدية والشيعة والرافضة. ومن هنا تجد ابن العبري النصراني، وهذه من المهازل، تجد ابن العبري النصراني يتحدث عن الإسماعيلية ويصفهم بالملاحدة دون أي تردد، وكأن نصرانيته تجسد الدين التوحيدي السلفي الابن تيمية. ومبروك للتيمية بهؤلاء الرفاق المغول والنصارى الأخوة في العقيدة، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.